السلام عليكم أحبتي الكرام، هذا المقطع مهم جدا لموظفي دوائر الدولة، يعني مفرح ومحزن بنفس الوقت. خليكم ويانا إلى تفاصيل هذا المقطع. بداية يا أخوان، إذا أنت أول مرة تشاهدني، أني محتواي نشر جميع الأخبار إذا كان لموظفي دوائر الدولة أو الطلاب. تضغط على الزائد للمتابعة والقلب الأحمر وحركة الأكسبلور وإعادة نشر هذا المقطع، تعليقك المناسب. اخواني الاعزاء، مثل ما تعرفون اللجنه الماليه الذي تكلم بها بالنسبه لمعين الكاظمي الذي اعلن حول سلم الرواتب وزياده موظفي دوائر الدوله من الدرجه العاشره الى الدرجه الخامسه، ولكن هناك استياء كبير من قبل ايضا بقيه الموظفي الدرجه الاولى والثانيه والثالثه والرابعه. يعني الزياده راح تكون يا اخوان، إذا كان راتبك الإسمي 150 ألف دينار راح يكون 250 ألف دينار. هناك بعض الموظفين أيضا يقولون بالنسبة للدرجة الأولى والثانية والثالثة والرابعة، أنتوا راتبكم فوق المليون ونص، فلماذا الاعتراض على بقية الموظفين من الدرجة العاشرة إلى الدرجة الخامسة؟ أنا بوجهة نظري أتمنى من معين الكاظمي يكون سلم الرواتب عادل ومنصف لجميع موظفي دوائر الدولة. شنو رأيكم يا أخوان يا موظفي دوائر الدولة؟ اكتبوا لنا من خلال تعليقاتكم، وأيضا اكتبوا لنا أنت موظف بأي دائرة، معلم، مدرس، بالصحة، وين، بأي دائرة، نرحب بكم ونتشرف بكم. تحياتي لكم، أخوكم الأستاذ محمد.